بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، الدقة المتناهية التي نلمسها في كتاب الله تبارك وتعالى والله تحير العقول وتدهش الأفئدة. الإنسان لا يملك إلا أن يقول سبحان الله. الحقيقة هناك رجل من آل فرعون كان يكتم إيمانه، ولكنه كان ذا سلطة، فدار بينه وبين آل فرعون حوار من الحوارات الرائعة على مر التاريخ. من أكثر الآيات يعني التي تؤثر في أنا شخصيا آية بالفعل كررتها كثيرا ولا أزال أكررها وكأنني أقرأها للمرة الأولى. طبعا وردت على لسان هذا الرجل المؤمن، قال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. تلخص لك هذه الآية كل شيء، تلخص لك هذه الدنيا مع الآخرة. السيئة بمثلها فقط، طبعا السيئة تقودك إلى نار جهنم والعياذ بالله، الحسنة تقودك إلى الجنة، ولكن الحسنة مضاعفة. لذلك لم يقل ومن عمل حسنة فلا يجزى إلا مثلها، لا، السيئة تجزى مثلها، ولكن الحسنة الأمر مفتوح، يضاعفها الله أضعافا كثيرة، مضاعفة، الحسنة مضاعفة، معروف هذا. الحقيقة أحببت اليوم أن أتأمل معكم هذه الآية وهذه العجيبة من عجائب هذه الآية رقميا، وكيف أن الله رتب كلماتها بحيث تتناسب مع النار ومع الجنة. لذلك يعني تأملوا معي هذه الآية الكريمة، يقول الله تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. دعوني أحدد هذا القسم فقط لنتأمل هذه العبارة الرائعة. انظروا أيها الأحبة، سوف أقوم بتكبير الشاشة قليلا. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. كم كلمة؟ عدوا معي: واحد، اثنان، طبعا هنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وهنا البرنامج يعطيني سبع كلمات. طبعا إذا عبر الله تعالى عن عمل السيئة بسبع كلمات، وهو عدد أبواب جهنم، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. إذا عندما تحدثت الآية عن عمل أهل النار، عن السيئات، استخدم الله سبع كلمات بالضبط بعدد أبواب جهنم. طيب ماذا تتابع الآية؟ يقول الله تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. دعونا نعد هذه الكلمات طبعا معا لنرى كم كلمة. انظروا أيها الأحبة: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، وهنا طبعا هنا البرنامج يعطيني انظروا 16 كلمة. سبحان الله، الحروف 63 حرف، طبعا حسب الرسم العثماني بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تطبيقك للعمل الصالح ستكون رفيقا لهذا النبي الذي عاش 63 سنة. ولكن لماذا 16 كلمة؟ يعني لماذا عدد الكلمات 16؟ لأن عدد أبواب الجنة 8 والحسنة مضاعفة، لذلك جاء عدد الكلمات 8 ضرب 2. 8 ضرب 2 يعطينا 16. سبحان الله. يعني والله أيها الأحبة، الإنسان يعجب،
يعني دقة مذهلة على مستوى الكلمة، على مستوى التعبير القرآني. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، 7 كلمات بعدد أبواب النار. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. 16 كلمة، 8 ضرب 2 بعدد أبواب الجنة مضاعفة. سبحان الله، العجيب أن مجموع هذه الكلمات 7 زائد 16 يعطينا 23، هو عدد سنوات نزول القرآن. وكأن هذه الآية تلخص لك هذا القرآن، تلخص لك الدنيا والآخرة. يعني انظروا أيها الأحبة كم القرآن دقيق. لذلك لا يمكننا ونحن نتأمل مثل هذه العجائب الرقمية إلا أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى الذي قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.